السو شو دولا تشانج يانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة ارجعوا كده هون صف كله، مش عايزين هرجالة. تعال انت يا حاج كده عشان نلحق. نبي يا ابني شوف لي حاجة للكبد احسن، تعبني قوي الكبد. تعبك قوي الكبد؟ الكبد لا، ده الطحان ده اللي هو زي الكبد اهو. خد يا حاج دي خلطة مخصوص عشان الكبد، معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى. وايه يا معلم؟ خد دي، هتاخدها 60 مرة في اليوم لمدة اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك. مع السلامة. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة. ابو قصة؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصة طبعا تحت امرك. المشكلة ان شعري ما بقاش زي الاول. اكيد طول، ما بص البني ادمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص. اسف. مشكلتي يا بوف ان شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوا بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه؟ اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا، وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه. ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون، ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوه. شمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش قلت خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوف الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر، يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. ايه في يا حته؟ الناس بتسال عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني، اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم، دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش. وش ايه بقى وشايه ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي 3 منهم في حاله خطره وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم. ده دوله ابو الطب يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا لسه ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده هو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دوله؟ عشان تبقى نار على العالم يالا. الجدع نصاب اهو يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه؟ وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعة. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع؟ الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. اسف.
ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني، بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي، وحطيت الخلطه هنا يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده، لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستحملوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ني 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 وانا تديني الدواء يخليني انام على طول، وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس! يلا بينا رجالة ناخدوا حينا منهم. يلا يا بالراحة يا سناء بالراحة. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ما تحترم نفسك يا هلا، بتعاكس اختي وانا قاعد. يهبل ده جرح قلبك، سيبه في حاله حرام عليك، ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترق له حاجه هو كمان تخففه. يلا قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 لا، اسف جدا، دي غلطه بس. ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي على لي السكر على الاخر. ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر اموت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجدير بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 اعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص. يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه.